هذه كره مسترجعه، فرصه لشبيبه القبائل داخل منطقه الجزاء، تصويره. فرصه اولى في المباراه من بن يوسف. شوف بن يوسف دخل منطقه الجزاء وصوب ولم تمر. ملال بن عمر والحارس سيدي صالح، ملال بن عمر تصويبه قويه جدا، صدها وقويه، لاحظوا الاعاده من مسافه بعيده جدا. سفيان على الجهه اليسرى، سفيان يمرر كره داخل منطقه الجزاء، ما تزال قبائليه. الهدف الاول هنا بعد الهدف، لاحظوا تصويبه وتمريره سفيان كنينه، والتمهيد كان من زكريا او من زكريا منصور. نعم بهذا الشكل رائع، ما هذا، والتصويبه على الطائر على مشارف منطقه الجزاء، يمر داخل الجهه العرضيه، عرضيه موجوده والتصويبه. جاءت الكره من الجهه اليمنى، منفذه من بلال، بلال بن عمر. هدف التعادل، لاحظوا بالاطراش كيف ارتقى بالراس، هدف التعادل بشكل ممتاز بشكل جميل، استغل طول القامة أسامة بهذه الكيفية، استقبل متواجد مخافة من تسجيل هدف الثاني، مخافة تلقي ثاني الهدف. قذيفة، أعتقد المسدد كان أو كان سفيان جنينة. نعم ممتازة، قوية جدا، قوية 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 كبيرة، هذه فرصة. الشبيبة تضغط في هذه الأثناء وحاولت التصويب. ارتدت الكرة، لاحظوا سفيان جنينة، لاحظوا كيف تقدم، كيف منح لنفسه المساحة، صوب بشكل ممتاز. وأيضا بن يحيى، هذه فرصة، ضاعت الفرصة، فرصتين حقيقيتين بتصويبتين من جنينة، أيضا من مواقي، والفرصة الثالثة جاءت من شبيبة الصورة. انطلق المهاجم دوسن الياس، تجاوز ومرر لبن يحيى بالقدم اليسرى ببراعة. يا الهدف، ويا لجمال هذا الهدف، ويا له من تحضير، ويا لها من فرصة حقيقية، منحت شبيبة الصورة هدفا ثانيا. 2-1 بن يحيى، محاولة التمهيد من اللاعب بن يوسف، التصويب خطيرة خطيرة. قل كان خطأ من المدرب عمراني، ولكن الرأسية هنا مجددا. سعيد زكريا يقول لشبيبة القبائل، هنا الرأسية وهنا التصدي من زكريا. المباراة، نهاية المباراة التي كانت مثيرة وشهدت تسجيل 3 أهداف، فوز مثير شبيبة القبائل.